ماذا فعل حافظ أسد قبل استلامه للسلطة؟ وكيف انتقم من الدروز الذين عارضوه؟ من هم أبرز الضباط الدروز الذين تم قتلهم أو تحييدهم؟ بعد انقلاب 23 من شباط عام 1966 الذي قام به صلاح جديد وحافظ أسد وسليم حطوم ضد القيادة القومية لحزب البعث والتي ضمت المؤسسين للحزب حينها، قام منيف الرزاز الأمين العام للقيادة القومية المخلوعة والذي استطاع النجاة من الاعتقال بعد انقلاب 23 من شباط بتشكيل تنظيم مدني جديد متخفيا ومتنقلا بين عدة مناطق. اعتمد الرزاز على اللواء الدرزي فهد الشاعر لتشكيل المكتب العسكري وتزعم تنظيم الحزب العسكري السري، وتم اتهام الرزاز والشاعر بمنع انضمام العلويين للمكتب العسكري لعدم ثقتهما بالضباط من تلك الطائفة، واقتصر قبول العلويين على التنظيم المدني. لم يكن اللواء فهد الشاعر هو الوحيد الذي يفكر بإسقاط الانقلاب الذي قاده أسد وجديد وحاطوم، حيث كان سليم حاطوم أيضا غير راض أبدا عن التهميش المقصود الذي تعرض له من قبل العلويين في سلطة الانقلاب. ساعد حاطوم على التفكير بالقيام بانقلاب أيلول عام 1966 وتواصله مع ما يعرف بجماعة الشوفيين بالسويداء وسميت بالمنشقين في نشرات حزب البعث، وهي الجماعة التي كانت تتبع لحمود الشوفي الذي شغل منصب أمين حزب البعث بين عامي 1963 و 1964، حيث استقال من منصبه اعتراضاً على عمل اللجنة العسكرية وتم إرساله كسفير إلى إندونيسيا. استغل حاطوم بقاء عدد من مؤيدي حمود الشوفي داخل جهاز حزب البعث فاستمالهم وأصبح يمثلهم. تقارب سليم حاطوم أيضاً مع اللواء فهد الشاعر القائد العسكري لتنظيم منيف رزاز السري، على الرغم من اشتراك حاطوم سابقاً في الانقلاب على رزاز والقيادة القومية المخلوعة، ولكن توافق المصالح جعلهما يتعاونان على انقلاب أيلول عام 1966. استفاد حاطوم أيضاً من دعم اللواء حمد عبيد الذي تم تحييده عن وزارة الدفاع رغم تأييده للانقلاب الأخير، حيث تم إقصاؤه وحاطوم خلال المؤتمر القطري الاستثنائي عام 1966، وتم تعيين حافظ أسد وزيراً للدفاع بدل حمد عبيد، الشيء الذي عزز عند أغلبية الضباط الدروز توجه صلاح جديد وحافظ أسد لعلونة الدولة السورية. شكل حاطوم تنظيماً عسكرياً ضم ضباطاً دروز إلى جانب فهد الشاعر مثل المقدم طلال أبو عسلي قائد الوحدات العسكرية السورية على الجبهة مع إسرائيل، وكذلك ضمت قيادة التنظيم ضباطاً سنة على رأسهم مصطفى الحاج علي ابن مدينة درعا قائد جهاز المخابرات العسكرية. تم اكتشاف مخطط حاطوم مصادفة أثناء حفل أقامه المقدم طلال أبو عسلي للضباط السوريين من بينهم مؤيدون لصلاح جديد، تم فيه تناول المشروبات الكحولية. وعلى إثر حالات السكر حدثت ملاسنات بين مؤيدي جديد وأنصار التنظيم السري، ليفتتح على إثره تحقيق انتهى بافتضاح أمر التنظيم، فاختبأ اللواء فهد الشاعر وأوقف أي عمل مشترك مع حاطوم، وتم القبض على أغلب الضباط المشاركين بتنظيم حاطوم. لاحقاً تم اعتقال اللواء فهد الشاعر وتم الحكم عليه بالإعدام، ولكن وساطة الرئيس المصري جمال عبد الناصر حالت دون تنفيذ أمر الإعدام الذي بت فيه القاضي العسكري حينها مصطفى طلاس. تم اعتقاله لمدة عامين مع تسريحه من الجيش، وتعرض لأقصى أنواع التعذيب، وتوفي بعد معاناة مع آثار هذا التعذيب
عام 1994. على الرغم من اكتشاف عناصر التنظيم السري، لكن حاطوم حاول استغلال آخر الأوراق، فماذا فعل؟ بعد اكتشاف مخططه، تم إبعاد أغلب الضباط الدروز عن السلطة والمراكز الحساسة في قيادة الجيش، وتم تعيين بدلاً عنهم ضباطاً مؤيدون للأسد وجديد، وأغلبهم من العلويين، وهو أمر سبب قلقاً كبيراً داخل السويداء. فقامت قيادات الحزب في السويداء بالتهديد بمقاطعة انتخابات الحزب وعدم تنفيذ أي تعليمات إذا ما استمرت تصفية الضباط. توجه بعد هذا التهديد إلى السويداء بغرض شرح أزمة الحزب للقيادات في السويداء، كل من الرئيس السوري حينها نور الدين الأتاسي وصلاح جديد وجميل شية الدرزي الوحيد الذي بقي في القيادة القطرية، وهذا ما استغله حاطوم ليقوم باحتجازهم كرهائن ومفاوضة وزير الدفاع حينها حافظ أسد ورئيس الوزراء يوسف زعين، وقدم مجموعة طلبات للإفراج عنهم، كان أبرزها إطلاق سراح من تم اعتقالهم من مؤيديه، عودة الضباط المؤيدين لحاطوم إلى مراكزهم السابقة، إبعاد الكثير من مؤيدي جديد عن السلطة، حل القيادة القطرية وتعيين قيادة جديدة تضم 5 أعضاء من جماعة الشوفيين. رفض حافظ أسد وقيادة الجيش الطلبات، وأرسلت كتيبة الصواريخ، وحلق الطيران فوق السويداء، وتم التهديد باقتحامها وهدمها. اضطر حاطوم للهروب إلى الأردن حتى لا يتم تدمير المحافظة، وتم الحكم عليه غيابياً عام 1967 بالإعدام. وبعد حرب عام 1967 صدر عفو عن أغلب الضباط في السجون، فظن حاطوم أن العفو يشمله، فعاد بعد وعود بتسليمه قيادة إحدى الجبهات مع إسرائيل، ولكنه في منتصف الطريق أدرك أن هناك مخططاً لاعتقاله، فحاول العودة إلى الأردن، ولكن تم نصب كمين له عند مدخل قرية الصورة الكبيرة في السويداء وتم اعتقاله. أرسل حاطوم إلى محكمة ميدانية برئاسة مصطفى طلاس، وتمت تصفيته بشكل عاجل في حقل الرماية التابع لسجن المزة العسكري، وكان وراء قرار التعجيل بالإعدام حافظ أسد لعلمه بقدوم سلطان باشا الأطرش إلى دمشق للتوسط لتسليم حاطوم. وبعد أن وصل خبر تصفية سليم حاطوم إلى السلطان، قال: اليوم بدأ عهد غير وطني في سوريا. وبهذا تكون تصفية حاطوم وضباطه بداية مسلسل عائلة أسد بالتضييق على الدروز وتهميشهم. فمن كان ضحية أسد التالي؟